سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. كما وعدناكم، عم يزيد يزور مدن الوطن في حفلات الأطفال بمناسبة العطلة الشتوية السبت 22 ديسمبر بمدينة بوقاعة ولاية سطيف بالقاعة متعددة الرياضات على الثانية مساء، الثلاثاء 25 ديسمبر بمدينة شلف بالقاعة متعددة الرياضات محمد ناصري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. الخميس 27 ديسمبر بالملعب البلدي بمدينة المنيعة، الجمعة 28 ديسمبر بالساحة العمومية بمدينة زلفانة، السبت 29 ديسمبر بملعب الأخوة بمدينة غردايا، الأحد 30 ديسمبر بالملعب البلدي لمدينة القرارة، الاثنين 31 ديسمبر بمدينة بريان بالملعب البلدي، الثلاثاء 1 جانفي بمدينة متليلي بالملعب البلدي. كل الحفلات على الثانية مساء، الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم. كونوا في الموعد لنعيش معا في كنف السلم والأخوة يا أحبائي الأطفال. في الله أخوك معناه الإخاء، تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر.